في جمله مستفزه قوي دايره الايام دي اسمها ال 12 يا اهلي. انتوا عالم مستفز قوي، علي النعمه انتوا عالم جحده، واللي بيقول الجمله دي ما فيه في قلبه ذره رحمه. يعني ايه ال 12 يا اهلي؟ يعني مش فاهم. انت قلت التسعه يا اهلي وخدتها، ال 10 يا اهلي وخدتها، ال 11 يا اهلي وخدتها، ال 12 يا اهلي. لا وقف عندك بقى، في فريق اسمه الزمالك وحد لنا في قلبك. الزمالك قادم والسنه الجايه وهتشوف. نعدي احنا بس دار المجموعات قول يا رب، وان شاء الله تشوف فرقه تانية وتشوف دنيا تانية. ال 12 دي على جثتنا؟ لا، اذا كانت انديه شمال افريقيا كلها مش مكعله عينك، لا احنا موجودين والزمالك موجود، هيوقفك عند حدك. لكن تقعد تقول لي ال 12 ايه؟ انت لحقت تحتفل بال 11؟ ده 11 واخدها اول امبارح بالليل، ده ما لحقتش باتت، ده انت لو عامل كيكه ما كانتش لحقت هبطت. ده انت عشان تمسك الكاس محتاج تمسكه في فوط عشان ما تتلسعش، لسه سخن طازه. هي صينيه بطاطس؟ هو انت لوحدك اللي موجود في القاره؟ هو انت لوحدك اللي موجود في المجره؟ يعني ايه تحت تحت لسه الكاس ما خمال اصلا ما وصلتش القاهره وتقول 12؟ 12 في ايه؟ هو وقت فراغ؟ هو انت ما عندكش هوايه تمارسها غير ام دوري الابطال ده بس وخلاص؟ ما فيش بطولات تانية؟ ما خير ربنا كتير والدنيا واسعه، ما تروح يا سيدي تلعب في الكونفدراليه ما هي حلوه اهي وفرقه تعبانه وهتاخدها بمنتهى السهوله، ما تروح يا سيدي كاس العرب ما هو موجود اهو وبيدي فيه قرشين نضاف. انت ليه ما فيش عندك غير دوري الابطال؟ انا عايز اعرف الاتحاد الافريقي فين في الموضوع ده؟ المفروض يبقى في حاجه اسمها كوتا، الكوتا ديت تتوزع بنسب، يعني المفروض ان الاهلي دلوقتي يستبعد من البطوله دي لمده 7 سنين عشان خاطر اقرب منافس ليه يحصله، على الاقل لما يبقى الناس تقول علينا بره ان في فرق ما بين الاول والثاني بطولتين ماشي مبلوعه، لكن ما يبقاش الاهلي واخدها 11 واقرب واحد فيه 5. احنا واخدينها 5 مرات، احنا حتى مش نص الاهلي، احنا محتاجين كمان نص بطوله عشان نبقى نص الاهلي بالظبط. هي حنه شيماء؟ انا عايز، هو انتوا ما بتقنعوش؟ هو ما فيش قناعه ابدا يا حبيبي؟ القناعه كنز لا يفنى، والطمع يقل ما جمع. انت عمال تشيل وتغرف، والله العظيم الناس بتاخد بالبطوله وانت بتاخد بالسته، تشيل شكاير، شيل 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 وتخزن فين؟ انا مش عارف. وقف عند حدك واعرف ان في فرق تانيه المفروض بتلعب معاك. Oh,